معانا تقرير تاني عن حفل تخرج دفعتين من البرنامج التدريبي لإعداد سفراء المناخ بجامعة عين شمس. تعالوا بينا نشوف المزيد في التقرير التالي. تزامنا مع الجهود الدولية للحد من الأثر السلبي للتغيرات المناخية، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للمتطوعين، أقامت كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس حفلا لتكريم متطوعي العمل المناخي الذين اجتازوا البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني ضمن فعاليات مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي التي شاركت الكلية في تأسيسها. كان ذلك في حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمود الميتيني رئيس جامعة عين شمس. كل واحد من حضراتكم كسفراء للمناخ اتدرب على هذا البرنامج هيقدر ان هو باللي هو اتدربه ينعكس عليه في عمله وفي شغله، وان هو يضيف جديد لهذه البلد وهذا الوطن وهذه القضية اللي هي فعلا هي بقت مسألة خطيرة، لأن هي بتتكلم ببساطة يا إما كوكب الأرض هيقدر يستوعبنا كلنا بكافة الدول بصرف نظر دول نامية دول متقدمة أو اقتصاد ناشئ، ولا كوكب الأرض مش هيستحملنا، وبالتالي إحنا ليس لدينا خيار آخر. إحنا شفنا أن لازم الجامعة تعد تقوم بدورها، فالنهاردة بنخرج الدفعة الأولى والثانية من ما يطلق عليه سفراء المناخ، بيحصلوا على كورس تدريبي على 5 أيام في محتوى مهم جدا راجعناه وحبيت أتأكد منه سواء من الجامعة، ثم سألت السيدة الوزيرة لو كانت هي راجعت المحتوى بنفسه عشان يكون محتوى يعني دسم ومحتوى محترم يخرج خريج فعلا عنده حاجة يعملها وعنده حاجة يقولها. كل واحد عمل بحث خاص بيه في آخر الدورة عن الموارد المائية، عن الزراعة، عن كل الآثار المتوقعة من التغير المناخي وإزاي إحنا نجابها. تاني حاجة تربوا تطبيق عملي على البصمة الكربونية، وده يمكن أول حاجة نعملها تطبيق كل شخص كل فرد داخل مصر يقدر يحسب البصمة الكربونية الخاصة بيه بتطبيق على الموبايل، وده انا عايز انشره في كل المجتمع المصري ان يكون في تطبيق على الموبايل خاص لكل الممارسات وممكن يعمل ايه عشان يقلل من البصمة الكربونية بتاعته. طبعا احنا مع الاحتباس الحراري اللي بيواجه العالم والتقلبات المناخية اللي هي بقت مؤثرة جدا على العالم كله، احنا كان لازم نستعد ليها. فالحملة التطوعية 100 مليون متطوع لسفراء المناخ ابتدت ان هي تشرح للناس ايه هي الازمات اللي ممكن تحصل لنا، وايه هو التغير المناخي اللي ممكن يكون سبب في اضرار بيئيه عاليه. انا ليا الشرف الحقيقه ان انا اشترك في التدريب القوي ده المكثف الخاص بنشر وعي وثقافه حمايه البيئه من كليه الدراسات العليا الخاصه بالبيئه في جامعه عين شمس. تعلمنا حاجات كتيره جدا فيها خاصه بالبيئه وارتباطها بكل حاجه في الحياه. هذا ويعد البرنامج هو البرنامج التدريبي الرائد في افريقيا والشرق الاوسط لمحو الأمية الكربونية والمناخية، والذي يأتي اتساقا مع دور الجامعة في اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز بناء القدرات للتكيف المناخي في الأعمال الفردية بما يقلل البصمة الكربونية للأفراد، كذلك التوعية بمواجهات التغيرات المناخية من خلال التحكم في العادات اليومية. شمس الدين العربي، صباح البلد.